السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ في الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا عن البيوتريفاكشن او الديكومبوزيشن، عرفنا الميكانيزم بتاعها اوتوليزيس اند بيوتريفاكشن، وعرفنا ان احنا بنستخدمها في تحديد سبب الموت، وبنستخدمها كمان في معرفه الوقت. عرفنا طبعا ان يوم في الصيف بيمر على الجثه بيعادل يومين في الشتاء، وعرفنا التغيرات اللي بتحصل والعوامل اللي بتاثر، الخمس عوامل اللي بيأثروا على البيوتريفاكشن، وختمنا بعلاقة البيوتريفاكشن بالمية وعلاقة البيوتريفاكشن ببعض أنواع السموم. النهاردة إن شاء الله هنبدأ بموضوع ظريف جدا اسمه Conditions Replacing Putrefaction. Conditions Replacing Putrefaction يعني الحالات بتحل محل البيوتريفاكشن، ما بيحصلش تعفن بس بيحصل حاجة مشابهة. هبدأ معاك بكلمة Mummification. Mummification يعني التحول الموميائي. اوعى خيالك يسرح، ده لسه بنبدأ الحصة اهو، اوعى خيالك يسرح. اكيد انا مش عارف ازاي بنعمل موميا، الاسرار بتاعة الفراعنة، كيفية التحنيط، اكيد العبد لله ما يعرفهاش. انما انا هكلمك عن نوع تاني خالص من التحول الموميائي، وهو ان الجثة تترمي في الصحراء سنة سنتين فتروح تلاقيها بقت عاملة زي الموميا، دي اسمها Mummification. يبقى كتعريف للموميفيكيشن اقدر اقول لك انه بوست مورتم تشينج بيحل محل الايه؟ بيحل محل البيوتريفاكشن، صح؟ وبيحصل في الاماكن اللي بتبقى فيري هوت، اللي بيبقى درجه الحراره فيها عاليه جدا، اند دراي، يعني لازم الكلايمت يبقى هوت اند دراي. بكلمك بين قوسين كده عن ايه؟ عن الديزرتس، عن الصحراء. يبقى ده بوست مورتم تشينج بيحل محل البيوتريفاكشن، وبيحصل في الجثث اللي اترمت فين؟ اللي اترمت في الصحراء، وما اترمتش في الصحراء ساعات او ايام، اترمت في الصحراء شهور عشان يوصل لمرحله البيوتريفاكشن. القصه بكل بساطه ان الجثه اللي بتترمي في الصحراء بيحصل لها دي هايدريشن سريع جدا. تخيل بقى انه مرمي في الصحراء كده في درجه حراره الظهر بتوصل 40 50 واكتر، درجه الحراره اللي فوق العاليه دي مش مناسبه للبكتيريات، وبالتالي مفيش بيوتريفاكشن، بس السوائل بتاعه الجسم عماله تتبخر، عمال يحصل ايفابوريشن اوف فلويد، وبالتالي بيحصل دي هايدريشن سريع جدا في الجسم. في النهايه بقى هتلاقي ايه؟ هتلاقي السكن بقى لونه براونش، هتلاقي السكن بقى لونه براون، ده المنظر النهائي بتاع جثه حصل لها حاله موميفيكيشن. هتلاقي الانترنال اورجانس، طبعا الاورجانس اللي جوه يحصل لها ديتيريوريشن بسرعه جدا، وفي الاخر هيبقى لونها اسود او من اللون الاسود للبني، باتي لايك، معجنه جدا. خد بالك هي هتتبخر واحده في واحده. اول اماكن هتتعرض وهتتاثر وهيبان عليها هي الاماكن الموستلي اكسبوز تو ذا سن، المعرضه للشمس دايركتلي. اكلمك عن وشه واكلمك عن مناخيره الاول، الاماكن اللي هي درجه الشمس داخل عليها دايركت، بينما الاعضاء اللي جوه لا، هتاخد وقت عقبال ما السوائل اللي فيها والدم يتبخر تماما، فهتلاقيها بقت ايه؟ ما بين اللون الاسود والبني، باتي لايك، هتلاقيها معجنه في الكونسيستنسي. طبعا اول ما الميوميفيكيشن بيكمل مش هيحصل بيوتريفاكشن. خلينا متفقين على حاجه، لو انا رحت الصحراء لقيت جثه بدات في عمليه الموميفيكيشن، شلتها وحطيتها في حته تانية، هيحصل بيوتريفاكشن عادي، ما هي ما كملتش عمليه الموميفيكيشن. انما لو عدى عليها الوقت الكامل، هقوله لك كمان شويه، لو عدى عليها الوقت الكامل بتاع الموميفيكيشن وبقت فعلا موميا، خلاص مستحيل يحصل لها بيوتريفاكشن، لانك اكيد فاهم من المره اللي فاتت ان البيوتريفاكشن قايم على السوائل، صح؟ الميديم بتاع البكتيريا. يا عم ده الجثه بقت موميا وحصل لها دي هايدريشن وكل السوائل اتبخرت، ومساء الخير البكتيريا ماتت خلاص، مفيش حاجه اسمها دلوقتي بيوتريفاكشن. سريعا كده يا شباب، الموميفيكيشن هي بوست مورتم تشينج بتحل محل البيوتريفاكشن، بتحصل في الاماكن الهوت اند دراي الديزرت. سببها لو حبينا نعمل لها ميكانيزم فهو السلو ايفابوريشن اوف بودي فلويدز، او الدي هايدريشن، الجفاف اللي بيحصل. السكين هتلاقيه براون، والاعضاء هتلاقيها بلاك تو براون باتي لايك كونسيستنسي. وانس ان حصل موميفيكيشن مش هيحصل بيوتريفاكشن. السؤال بقى الوحيد اللي انا عايزه، والنهارده على فكره ختام الشابتر واسئله، يعني كل اللي محتاجينه بالظبط سؤالين، عايز منك الميديكو ليجال امبورتانس اوف موميفيكيشن. سؤال اهبل خالص وبيجي في الامتحان والله، يقول لك ايه اهميه الموميفيكيشن؟ والله الموميفيكيشن هيديني فكره عن المكان، استفتح كلام كده، هيديني فكره عن البليس، هيديني فكره عن المكان اللي الجثه جايه منه. واحد يقول لك يا عم تهبل، ما احنا لقيناها في الصحراء، مكان ايه؟ افرض يا عم في جثه اترمت في الصحراء وبعد كده واحد مسكها رماها في البحر، هي هتفضل خلاص هتفضل على منظرها ده؟ يبقى انا لو لقيت جثه بالمنظر ده هعرف انها كانت مرميه فين؟
كانت مرمية في الصحراء. هتديني فكرة محترمة جدا عن التايم. الناس بقى اللي شافوا الفيديوهات اللي فاتت وذاكروها والعياذ بالله يقول لك ايه، ما كله هيديني فكرة. اقول لك اه، كل العناوين اللي خدناها في الشابتر ده هتديك فكرة عن التايم اوف ديس. المرة دي هقول لك من 3 شهور ل 12 شهر. عملية الماميفيكيشن بتبدأ بعد 3 شهور وبتكمل بعد ايه؟ 12 شهر. يبقى انا لو جبت جثة من الصحراء ولقيتها لسه ما بدأتش يحصل لها ماميفيكيشن، يبقى ما عداش عليها 3 شهور. طب لو لقيته كمل، يبقى 12 فيما فوق، في النص يبقى من 3 ل 12، يبقى هتديني فكرة عن التايم اوف ديس، ودي حاجة تهمنا جدا جدا جدا. طبعا على حسب المدى اللي حصل فيه ماميفيكيشن، انتشرت فين بالظبط. هتديني فكرة عن الكوز اوف ديس. ازاي يا عم هتعرف من الموميا الكوز اوف ديس؟ هعرف، لانها بتحافظ على كل حاجة. التحول ده على فكرة غير البتروفاكشن. لو واحد مثلا اتضرب بالنار، يعني خد رصاصة دخلت في صدره مثلا او في قلبه وقتلته، او اتضرب ستاب ووند، طعنة سكينة، والجثة اتعفنت، مش هتقدر تعرف انه مات بطعنة او مات برصاصة، لان كل حاجة هتتحلل. بينما الموميفيكيشن الجثة هتفضل زي ما هي، ولو في انلت مدخل رصاصة هيفضل موجود، مدخل سلاح هيفضل موجود، ايا كان سبب موته هتقدر تعرفه. يبقى اقدر اقول لك ان الكوز اوف ديس هيبقى بريزيرفد، هيبقى متحافظ عليه عشان تقدر تعرفه بسهوله، ودي حاجه حلوه جدا. طبعا فكره ان الجثث اللي بيحصل لها ماميفيكيشن بيتحافظ عليها، هي دي كانت فكره الفراعنه زمان. طبعا هو الماميفيكيشن بتاعهم غير ده خالص. الماميفيكيشن بتاعهم كان كيميكال، وكان اقوى واحسن وارقى من كده بكتير، وكان الهدف بتاعه ان انا احافظ على الجثه فور افتر لايف، على حسب افكارهم يعني. بحافظ على الجثه ومتعلقاتها واشياء او حاجاتها اللي احنا سرقناها بعد كده وعملنا بيها متاحف، بحافظ عليها فور افتر لايف. خلاص، في نفس الوقت الماميفيكيشن هيديني الفرصه ان انا اتعرف على الشخص ده نفسه، بيرسونال ايدنتيفيكيشن، لان الملامح بتاعته مش هتروح. يا عم ما هي هياها، ما احنا كنا بنجيب مثلا موميا من موميات الفراعنه، من مومياوات الفراعنه، بتعرف ان ده الملك كذا، ده الملك توت عنخ امون، ده الملك مش عارف ايه، بتعرف لان الملامح بتاعته ما بتتغيرش. هي ما بتفضلش زي ما هي، ولكن ما بتتغيرش، بيبقى فيه بقدر اعمل ايدنتيفيكيشن، بقدر اتعرف على الجثه، مع انها مثلا اترمت في الصحراء سنتين، بس لا هتقدر، او حد من قرايبه هيقدر يتعرف عليه. طيب دلوقتي احنا جاوبنا سؤال ميديكال ليجال امبورتنس، بتعرفني المكان، بتعرفني الوقت، بتعرفني السبب، وبتديني فكره عن البيرسونال ايدنتيفيكيشن. هكلمك عن كونديشن تانية خالص مشابهه او بتيجي بتحل محل البيوتريفاكشن، اسمها صابونيفيكيشن. صابونيفيكيشن يعني التصبن، او التصبن الرمي. التصبن، وده ليه اسم تاني خالص، اديبوسير فورميشن، وده اسم يهمنا على فكره، تكوين ماده الاديبوسير. مش عارف بصراحه انتوا خدتوها في البايو ولا لا. الاديبوسير فورميشن او الصابونيفيكيشن هو النوع او الشكل التاني من الكونديشنز اللي بتحل محل الايه؟ البيوتريفاكشن. زي ما انت شايف في الصوره اللي قدامك، ده المره دي مش صحراء، ده المره دي ميه. كتعريف، في كلمتين لازم ارميهم في الاول كده، بوست مورتم تشينج ريبليسنج ايه؟ ريبليسنج بيوتريفاكشن. بيحصل في الجثث اللي كانت تحت الميه، اميرسد اندر ووتر، اللي كانت تحت الميه فتره كبيره جدا، او ويت جريفز، يعني قبر في ميه، مدفون بطريقه معينه بحيث ان القبر بيدخل له ميه من تحت، او مرمي في مستنقع مثلا، ايا كان، المهم ان الجثه اترمت فتره كبيره فين؟ فتره كبيره في الميه. الميكانيزم بتاعه على فكره سهل جدا، وهو توتالي كيميكالي. اللي بيحصل او الميكانيزم بتاعه فكرته كلها ان بيحصل ساتوريشن اوف unsaturated fatty acids. يعني الفاتي اسيدز اللي كانت unsaturated هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها ساتوريشن. الساتوريشن ده بينتج عنه ماده اسمها ماده الاديبوسير، وهي دي فكره ان احنا سميناه اديبوسير فورميشن. يبقى الميكانيزم بتاع الصابونيفيكيشن هو ساتوريشن اوف unsaturated fatty acids، عشان تبقى saturated fatty acid زي البالميتك اسيد مثلا، ادى لتكون حاجه اسمها الاديبوسير. طب اوصفها لي بعد اذنك. اتفقنا مع بعض يا شباب؟ انا ما بحطلكش صور في الشرح،
بتاعت جثث متحللة او اي حاجة تخوف، لان انا عارف ان اكتر من 90% من الناس مش حابب ان هو يشوف المناظر دي خالص. ولكن بعد كل شابتر هنزل لك فايل مغلق مضغوط، عايز تحمله حمله، ده بيبقى فيه الصور الحقيقية عشان لو حابب تتخيل معانا، او انت يعني بتحب الحاجات المقرفة، شخص مقرف يعني، هنزل لك الحاجات دي. طيب ايه الكاركترز بقى بتاعت الصابونيفيكيشن او عملية التصبن؟ والله الجثة بتبقى في الاخر المادة اللي بتتكون دي بتبقى جريش وايت. امال الموميا كانت ايه؟ الموميا كانت براون. هي جريش وايت تو براون، بس احنا هنخليها جريش وايت. الكلمة بقى اللي تهمني، واكس لايك. الساتيوريشن اللي حصل ده هيخلي الدهون تعمل لي مادة عاملة زي مادة الشمع، اللي هي المادة اللي سميناها مادة الاديبوسير. دي موجودة في الجسم كله، موجودة خاصة في السبكوتينيوس تيشو حيث يوجد الفاتس. يعني هي موجودة في أي مكان في الجسم في نسبة من الإيه؟ في نسبة من الفاتس. هي ملهاش علاقة خالص بالجثة ولا العظم ولا الأعضاء، هي ليها علاقة بالمكان اللي فيه فاتس. كل ما كانت الفاتس أكتر كل ما الصابونيفيكيشن هيزيد أو الأديبوسير فورميشن هيزيد. طيب الاديبوسير او الماده دي بتقلل خالص حدوث البيوتريفاكشن، ودي ليها اسباب هقولها لك وطلعها من الناحيه الثانيه. تكوين ماده الاديبوسير بيخلي الاسيديتي تزيد، يعني الماده دي اصلا حمضيه خالص، فالتيشوز بتبقى حمضيه، وكمان بتستخدم الميه ومع بعض مع الاسيديتي مع استخدام الميه الاكشنز اللي حملتها الانزيمز على الميه، كل ده بيقلل نمو البكتيريات. سيبك من حوار الميه ده خالص، الاسيديتي العاليه انت عارف من الميكروبيولوجي ان الاسيديتي العاليه بتقلل نمو البكتيريات، وبالتالي الصابونيفيكيشن بيقلل خالص احتماليه حدوث ايه؟ بيوتريفاكشن. طيب حلو قوي. طبعا اللي شرحناه ده ممكن يجي لك سؤال يقول لك ايه؟ الصابونيفيكيشن بيحصل في كل حته في الجسم؟ لا، بيحصل في الاماكن اللي فيها ايه بالظبط؟ بيحصل في حيث يوجد الفاتس، في الاماكن اللي فيها الفاتس. طيب السؤال بقى اللي احنا عايزينه ميديكال ليجال امبورتنس، هتدهش ان انا هقول لك نفس الكلام بالظبط، يعني بتديني فكره عن البليس. المره اللي فاتت كان صحراء، المره دي ميه، الجثه دي طالعه من الميه. تديني فكره عن التايم، المره اللي فاتت كان من 3 شهور ل 12 شهر، المره دي من 3 اسابيع ل 6 شهور. الارقام دي يا جماعه حفظ صم صم. من 3 اسابيع ل 6 شهور عشان عمليه الاديبوسير فورميشن تكمل. يعني لو طلعت جثه من تحت الميه ولقيت لسه ما فيش اي اديبوسير خالص، يبقى ما عداش عليه 3 اسابيع. طب لو لقيته كمل يبقى عدى عليه اكتر من او 6 شهور. هتديني برضو فكره عن البيرسون او بيرسونال ايدنتيفيكيشن، مش بنفس قوه الموميفيكيشن بس ستيل موجوده. لو واحد من قرايب الشخص ده، طبعا اعوذ بالله، اللي بيغرق بيبقى صعب شويه ان هم يطلعوا الجثه بتاعته، وممكن تتسحب وتروح اماكن بعيده خالص، ممكن تروح من بلد لبلد تانية، فممكن تطلع بعد شهور وممكن تطلع بعد فتره اكبر، وبالتالي بيحتاجوا شخص من قرايبه عشان يتعرف عليه. وطبعا مع ان الجثه شكلها بيتغير خالص، الا انه بيقدر يتعرف عليه وبيقدر كمان يتعرف على الكوز. نفس الفكره بالظبط، لو مضروب بالنار هتلاقي مدخل الرصاصه موجود، لو كان مطعون هتلاقي مدخل طعنة السكينه موجود. الاربعه دول هم الاربعه اللي فاتوا بالظبط. طب لو جالك سؤال قال لك كومبير بتوين موميفيكيشن اند بيوتريفاكشن، ده عز العز، الاثنين بيحلوا موميفيكيشن اسف اند سابونيفيكيشن، قول له يا باشا الاثنين بيحلوا محل البيوتريفاكشن. دي في الصحراء ودي في الميه، دي لونها بني ودي لونها جريش وايت، دي بسبب التبخر ودي بسبب الساتوريشن اوف فاتي اسيدز، والباقي كله متحدين فيه. وطبعا الفرق الاكبر ما بينهم ان دي من 3 شهور ل 12 ودي من 3 اسابيع الى 6 اسابيع. دول اهم حاجات او اهم عمليات بيحلوا محل البيوتريفاكشن. اخيرا انا عندي عمليه ظريفه كده عايز منك تعرفها، بس اسمها عمليه الماسيريشن. الماسيريشن هي انترا يوتراين فيتال ديس. تاني كده، انترا يوتراين فيتال ديس، يعني في طفل مات جوه اليوترس وفضل ميت جوه اليوترس فتره كبيره. قد ايه بقى؟ من 5 ل7 ايام ميت جوه وهي ما تعرفش، وبعد كده عرفت، فراح الدكتور مطلع لها الطفل ده، فتح قيصري وطلع لها الطفل ده، فلما طلع الطفل ده لقاه ماسيريتد. ما ينفعش خالص احط لك صورته باي شكل من الاشكال.
ماسيريتد تشايلد. يعني ايه؟ والله ريحته وحشه قوي، ريحته وحشه قوي قوي قوي، ده اول ما الطفل بيطلع بتبقى ريحته وحشه قوي. واحد من الناس المركزه يقول لك ايه ريحته وحشه ازاي؟ معلش اذا كان هو كان جوه اليوترس اللي هو مكان معلش استرايل صح عادي، ما انا اصلا ده دي اسمها اسيبتك انترا يوتراين اوتوليزيس، اسيبتك مفيش تعفن ولا حاجه، حصل تحلل. مش احنا قلنا يا شباب ان الديكومبوزيشن نصين صح، نص اسمه اوتوليزيس ونص اسمه بيوتريفاكشن. جوه الرحم هيحصل النص الاولاني اللي اسمه ايه اوتوليزيس، بس مفيش تعفن، بس اول ما الدكتور فتح قصه خلصت خلاص، الهواء دخل، البكتيريات دخلوا، البكتيريات اشتغلوا، هيحصلوا تعفن بسرعه، هتلاقي ريحه معفنه في وقت قياسي. نص العمليه الاولاني كمل والنص الثاني كان واقف على ان الدكتور يفتح عشان تطلع لك الريحه المميزه او الريحه المعفنه دي. السكين هتلاقي لونه براون، السكين بتاع الطفل هتلاقي لونه براون with blister formation، مليان فقاعات، الفقاعات دي فيها سائل لونه براون، فيها براون ووتري فلويد. الاكبر ميزه بقى في موضوع الماسيريتد تشايلد هي الابنورمال فلاسيديتي، الجثه بتاعته او الطفل ده بيبقى فاكك من بعضه بطريقه غريبه جدا. ليه؟ لان حصل له اوتوليزيس كامل، معنى كده ان العظم بتاعه اصلا عظم الطفل طري، ما بالك بقى ان العظم ده كمان حصل له تحلل صح، حصل له اوتوليزيس، فبيبقى هايلي فلاسنت، يعني بيتني بطريقه غريبه لدرجه ان الدكتور لما بيفتح ويجي يشد الطفل بالفورسبس بيروح مطبق دماغه. يعني تخيل ان الفورسبس دي لما بيضغط ضغطه بسيطه جدا بيروح مطبق دماغه، دي هنسميها كده فلاتند هيد ابيرنس، ودي جمله الام سي كيو اللي انا عايز اطلع بيها، ان الفلاتند هيد ابيرنس تدل على حاله الايه؟ على حاله الماسيريشن. وانس ان الدكتور شاف المنظر ده يعرف ان ده ماسيريتد تشايلد، يعني ميت بقاله حوالي من 5 إلى 7 أيام والست ما كانتش واخده بالها. واحد بقى من الناس المركزين يقول لك ايه؟ يا عم وانا يعني ايه علاقه معلش ده؟ هو ده مش نسا وولاده واطفال وبتاع، علاقه ده بالطب الشرعي؟ هقول لك دلوقتي في الميديكو ليجال امبورتانس. اولا دي علامه اكيده بتدل ان حصل ستيل بيرس، يعني الطفل نزل ايه 100% نزل ميت خلاص، حلو قوي. كمان بتعرفني ان الموت حصل من 5 لـ7 أيام قبل الدليفري، قبل ما الطفل ده ينزل، لان الماسيريشن عشان يحصل بياخد حواليه من 5 لـ7 أيام. واحد يقول لك برضو ماشي ايه علاقه ده بالطب الشرعي؟ اقول لك ان في ستات ما اسمهمش ستات بقى اسمهم ولايه، تعمل ايه بقى؟ يبقى الواد ميت جوه وهي عارفه ان محدش لمسها وان الواد مات لوحده، تستنى عليه لحد ما ينزل بالشكل ده، او تبقى اصلا ناسيه ان في واد جوه، ولما الدكتور يقول لها انها سقطت وينزل لها الواد ده تقول اه دم محمد هي اللي سقطتني لما ضربتني بالشلوط، او ابو محمد هو اللي سقطني لما رماني من البلكونه، او محمد نفسه ضربني بالنبله في كرشي فسقطني. الولايه بتتبلى على ناس وبتلبسهم قضيه كبيره جدا، قضيه انفانتسايد، قضيه ابورشن، ان هم اجهضوها. نقول لها لا، فرصه سعيده جدا، الطفل ده نازل يا حاجه ماسيريتد، ماسيريتد يعني بقاله من 5 لـ7 أيام ميت جوه، ما تضحكيش علينا، لو كان حد ضربك بالشلوط زي ما انت بتقولي كان هيحصل لك ساينز اوف ابورشن، منها بليدنج صح، والدوره الدمويه مش هتستحمل، والكلام ده يا شباب هنعرفه ان شاء الله في شابتر الابورشن. يسعدنا اقول لك ان لحد هنا احنا خلصنا الجزء المهم قوي في الشابتر. اللي جاي ده سؤال تجميعي، لو جبت عيل من الشارع سمع الفيديوهات بتاعتنا هيقدر يجاوبه. ازاي بتحدد البوست مورتم انترفال او التايم اوف ديس؟ ازاي بتحدد التايم اوف ديس؟ والله قبل ما اقول لك ازاي بحدد التايم اوف ديس هقول لك ان تحديد الاكزاكت تايم اوف ديس يهمنا جدا، سواء في حاله كريمينال او سيفيل كيس، حالات موت عادية جدا أو حالات موت فيها جرائم. في حالات الجرائم تحديد التايم اوف ديث ممكن يلبس واحد قضية أو يطلع واحد من قضية. الراجل ميت بقاله 36 ساعة والباشا ده مسافر بقاله 48 ساعة طلع منها، الراجل ده ميت بقاله 36 ساعة والباشا ده جه من 38 ساعة دخل في القضية، حد فاهم حاجة؟ يبقى تحديد التايم اوف ديث مهم جدا جدا في حالات الجرائم، ومهم جدا في الحالات المدنية السيفيل كيسز. ليه؟ في حالات الميراث تحديد التايم اوف ديث مهم جدا. 4 عملوا حادثة واتنقلوا المستشفى وماتوا واحد ورا التاني،
ولاد مين يورثوا مين. اي نعم، هي عيله معفنه اللي انا بحكي لك عنهم دول، ولكن القانون بيقول ان لازم حد يورث حد بالترتيب، اللي مات الاول التانيين يورثوه. يبقى بتساعدني في قضايا الانهيرتنس، تساعدني في قضايا لو واحد عامل بوليس التامين على حياته مثلا مدتها سنه ومات بعد سنه وثلاث دقائق، يبقى بوليسه التامين راحت. حاجات كده يا جماعه، يعني ايه، بص ولا كانك سامع حاجه خالص عشان اريحك يعني. طيب how to determine time of death، ازاي بتحدد التايم اوف ديث؟ كل حاجه قلناها بتحدد الكولينج، الريت اوف كولينج، الجثه بتفقد درجه الحراره تدريجيا، عشان كده اقدر عن طريق الريت اوف كولينج احدد التايم اوف ديث. الرايجور مورتس عرفنا انه بيبدا بعد حوالي من ساعتين لاربعه، وبيكمل بعد حوالي من 6 ل 12، وبيفك بعد حوالي 24 ساعه. الموميفيكيشن اللي بتاخد في الصحراء من 3 شهور ل 12. الهايبوستيزيس اللي بيبدا وانس انه مات، بيظهر خلال من نص ساعه لساعتين، وبيكمل بعد حوالي 12 ساعه لما الدم بيتجلط. المسل تشينجز، هو في البرايمري فلاسيديتي ولا في السكندري فلاسيديتي؟ الاديبوسير فورميشن اللي احنا قلنا انه بياخد من 3 اسابيع الى 6 شهور. الريت اوف بيوتريفاكشن لما قلنا ان يوم في الصيف بيعادل ايه؟ يومين في الشتاء، واتكلمنا على الحاجات دي كلها. الاوكيولار ساينز زي الانترا اوكيولار بريشر اللي بينزل للصفر خلال ساعتين وغيرها. كل دي عناوين احنا شرحناها. هقول لك دلوقتي بقى كام حاجه كده احنا لسه ما شرحناهاش، او بصراحه يعني مش مهتمين بيها قوي. السي اس اف، اقدر عن طريق عينه سي اس اف اخد فكره عن التايم اوف ديث ازاي. في مواد كيميائيه بتزيد وبتغير نسبتها في السي اس اف بعد الموت، زي مثلا الامينو اسيد نيتروجين، ده بيعلى بعد الموت، بيوصل لحوالي، والارقام دي مش عايزك تحفظها دلوقتي خالص خالص، بعدين هقول لك تحفظها ولا لا، وغالبا مش هنحتاجها. الامينو اسيد نيتروجين موجود اصلا في السي اس اف، بيوصل لحوالي من 14 ل 16 ملي جرام على الديسيليتر بعد حوالي من 10 ل 12 ساعه. طيب النون نيتروجين بروتينز دي برضو احد مكونات السي اس اف، اللي هتفضل تعلى اول 24 ساعه بعد الموت، وهتوصل لحوالي 80 ملي جرام على الديسيليتر. البوتاسيوم، تركيز البوتاسيوم بيفضل يعلى لمده ايه؟ اول 6 ساعات بعد الموت. يبقى فحص السي اس اف، عينه سي اس اف ممكن تديني فكره عن التايم اوف ديث. طيب من ضمن الحاجات اللي ممكن برضو تديني فكره عن التايم اوف ديث هي الاستومك، المعده. ازاي؟ لو سالت قرايب الشخص اللي مات وقالوا لك ان اخر وجبه كلها كان قبل ما يموت بساعه، او كانت الساعه 8 بالليل مثلا، والله ده كان متعشي الساعه 8 بالليل واحنا سبناه ومشينا، وجينا في الاخر لقيناه ميت، انا عايز اعرف هو ميت الساعه كام بالظبط. طيب انا عرفت ان اخر وجبه الساعه 8، انا اقدر عن طريق الاستومك والانتستينز اقدر اكمل. طب ما احنا عارفين، اعتقد يعني ان انت عارف، ان الاكل بينزل من الاستومك خلال ساعتين، بعد حوالي ساعتين بينزل من الاستومك خلاص. يبقى الاستومك الاكل بيبدا يسيب الاستومك بعد ايه؟ بعد ساعتين. الاستومك يا جماعة بتفضى تماما بعد حوالي 4 إلى 6 ساعات، بتبقى فاضية خلاص، ما بقاش فيها حاجة. هو بيبدأ ينزل بعد ايه؟ بعد ساعتين، وبتفضى تماما بعد 4 إلى 6 ساعات. بعد 6 ساعات بيبقى وصل للهيباتيك فليكسشر، بعد 6 ساعات بتوصل للهيباتيك فليكسشر، وبعد حوالي متوسط 16 ساعة الأكل بيوصل للقولون. يعني أنا طبعا برضو الأرقام دي أنا مش عايزك تحفظها دلوقتي، انا ما قلتش حاجه ملغيه خلاص، بس انا مش عايزك تحفظ حاجات وفي الاخر تتكنسل فتبقى تتحسر على عمرك، انما احنا بنفهم مع بعض. بعد ساعتين الاكل بيبدا يسيب المعده، من 4 ل 6 المعده فضيت، بعد حوالي 6 ساعات كان موجود في الهيباتيك فليكشر، وبعد حوالي متوسط 16 ساعه اب تو 18 ساعه بقى موجود في القولون. هل الكلام ده عملي؟ لا خالص، لاني مش هعتمد على كلام القرايب ده اولا، وموضوع تفريغ الامعاء مش ثابت في الكل، وليه عوامل تانية كتير جدا، وليه علاقه بنوعيه الاكل وكميه الاكل. فاقول لك حاجه، ولا كانك سمعت حاجه خالص، الكلام ده كان قديم، بس في دكاتره وهم بيشرحوا جثه يقول لك ايه، انا ممكن اخد فكره ظريفه جدا،
شق يا عم وشوف معدته فيها اكل ولا لا. معدته فيها اكل يبقى ميت بقاله كام ساعه، فاهم؟ بس انا ما عرفتش انه ميت الساعه 8 وربع. لا انا بجمع العوامل دي كلها عشان اشوف الاكزاكت تايم اوف ديس. انما موضوع المعده اداني فكره عن ان هو ميت ريسنتلي ولا ميت بقاله كتير. طيب الانسكت اكتيفيتيز، ايه الانسكت اكتيفيتيز دي؟ الحشرات والديدان اللي بتتلم على الجثه واللي بتساعد في عمليه التحلل دي يا جماعه بنسميها فاونا اوف كاديفر، والعلم ده بنسميه علم الانتيمولوجي، ودي بيقوم بيها سبيشال باراسايتولوجيست. باراسايتولوجيست بيبقى اسيستنت مساعد للطبيب الشرعي لما بيروحوا يشوفوا جثه عفنت او يفتحوا قبر يعملوا اكزيوميشن. هنعرف الكلام ده كمان شويه. لازم الراجل ده يبقى موجود، لانه عن طريق التغيرات اللي بتحصل للحشرات والديدان بيقدر يحدد او يشارك في تحديد التايم اوف ديث. طبعا يا جماعه في انواع كتير جدا من الحشرات والديدان بتتلم على الجثه ريليتد لدرجه الحراره وللبيئه وللبلد ولطريقه الدفن. كل بلد وكل مكان وفي الحشرات والديدان بتاعته. المفروض از باراسايتولوجيست انت بتبقى عارف المعلومه دي، بتبقى رايح وعارف مين الديدان اللي موجوده، وبتبقى عارف الريت بتاعها. انت عارف الريت اوف ديفلوبمنت، يعني انت طبعا عارف ان الايج بتبقى لارفا، صح؟ واللارفا بتبقى بيوبا، والبيوبا بتبقى في الاخر ادلت فلاي. مش محتاج اقول لك، اي نعم انت ناجح ببحث بس انت عارف المعلومه دي. دي التطورات اللي بتحصل عموما في الحشرات، صح؟ او في الديدان. انت عارف بقى ان من هنا لهنا خدت كام يومين، ومن هنا لهنا خدت كام ساعة. يبقى انت بتحسب الحاجات دي، وده طبعا واحد باراسايتولوجيست. وانا لا اعتقد خالص ان في حد يعني حابب تفاصيل المجال ده او حابب حتى يفتكر مادة الباراسايتولوجي. اخيرا الدم لو خدت عينة هتقدر تساعدك عن طريق 6 كيلو حاجات. انا عايز منهم حاجة البي اتش. المعلومة دي تهمني شوية. البي اتش اول 24 ساعة بيبقى أسيدك، ثم زين بيبقى ألكالين. سبحان الله، بكلمك بعد الموت. أول 24 ساعة بيبقى إيه؟ أسيدك، وبعد كده البي اتش بيبقى ألكالين. إيه يا عم اللي أنت بتقوله إزاي؟ والله أول 24 ساعة بيبقى أسيدك نتيجة تراكم ثاني أكسيد الكربون والفوسفوريك أسيد ونتيجة اللاكتيك أسيد ونتيجة عملية تكسير الجلايكوجين ونتيجة عملية الجلايكولوزيس. كل العمليات دي طلعت ماسيف أماونت أوف أسيد. بعد كده البي اتش هينهار، هيرتفع خالص، هيبقى إيه؟ هيبقى الكلاين. ده يا جماعة لأن طلع المعلومات اللي جواك، لما بيحصل تيشو دامج بتطلع أمونيا، والأمونيا البي اتش بتاعها إيه؟ الكلاين. ملخص الكلام، البي اتش في الاول كان اسيدك، وبعد كده بقى ايه؟ وبعد كده بقى الكلاين. في حاجات بقى تانية كتير جدا، في حاجات كتير بتعلى في الدم. يعني مثلا الجلايكوجين بيتكسر فنسبة الجلوكوز بتعلى، الانزيمات بتعلى في الدم لان الخلايا بتتكسر، التيشو اصلا بيحصل لها بريك داون فالانزيمات بتعلى. البروتينات لما بتتكسر نسبه اليوريا بتعلى. على سبيل المثال البوتاسيوم والمغنيسيوم بيعلوا. كل حاجه لها سبب، مش عايز اصدعك بيه. لو مثلا عدنا نفس الحاجات اللي قلناها في السي اس اف، طب ما هي موجوده في البلد. النون نيتروجين بروتينز هتعلى برضو، هتعلى بعد تقريبا 12 ساعه تبقى 50، والفري امينو اسيد نيتروجين هيوصلوا ل 10. وقلت لك الارقام دي ما تحفظهاش خالص دلوقتي. اللي عايزه منك في موضوع البي اتش انه بيبقى في الاول اسيدك، ثم بيبقى ايه؟ ثم بيبقى الكلاين. احنا كل ده لو جالك سؤال وده خيال علمي شويه، بس لو جه انيوميريت هيقول لك انيوميريت 6 حاجات بتستخدمها في تحديد الاكزاكت ايه؟ الاكزاكت تايم اوف ديس. طيب ختاما للشابتر الظريف ده هكلمك عن تعريفين. تعريفين بالظبط. هكلمك عن تعريف اسمه، بداية تعريف اسمه الاكزيوميشن. والاكزيوميشن هي اعادة فتح القبر واستخراج الجثة، يعني ري اوبننج اوف ذا جريف. انت بتفتح القبر تاني تو اكزامين ذا ديد بودي عشان تفحص الجثة، لانك بقيت شاكك في سبب الموت. هو الراجل ده كان مكتوب انه مات بسبب سكتة قلبية. الشابتر الجاي هنشرح الصاد الناتشورال ديس، مات موتة ربنا. وبعد كده في واحد رفع قضية وقدم بيقول لك لا ده ما ماتش موتة ربنا، هو طبعا كل حاجة بيد ربنا، بس ده مات مقتول، فانا خدت امر من المحكمة عشان اعيد فحص الجثة.
كل اللي هقوله لك ده دخله من ودنك وطلعه من الودن التانية. First you need authorization، انت محتاج موافقة مختومة من المحكمة، محتاج يبقى معاك حد من قريبه وحد من المقبرة. واحد بتاع الترب يقول لك ده قبر المدعو فلان، وبعد ما تفتح للأسف هتحتاج واحد من قريبه يبص ويقول لك هو ده فعلا، عشان ما يبقاش في حد ايه مدفون مكانه. لازم تقارن ما بين معدل التعفن degree of putrefaction وما بين الوقت اللي مكتوب في القضية. انت مكتوب عندك انه مات يوم الثلاث الساعة كذا، مات من شهر الساعة كذا، بص على معدل التعفن وتشوف الكلام ده منطقي ولا لا، عشان نشوف كان فيه سم ولا لا. الكلام ده هيفرق معنا جدا في التوكسيكولوجي. لو كانت دي الجثة بتاعت فيميل لازم تفحص اليوترس وتتأكد انها ما كانتش حامل، او طبعا تفحص وتتأكد ان مفيش ريب، مفيش اختصاب لو امكن. الموضوع برضو بيبقى صعب جدا بعد فترة بسبب البيوتريفاكشن. ثم بتبدأ تاخد بعد بقى ما فحصت كل حاجة، انا ما ينفعش اخد الجثة وامشي، فباخد اوتوبسي، فباخد عينات. عينات منين؟ عينات من كل حتة، كل حتة بتقابلك بتاخد منها عينة. والله انا باخد عينة من الجثة، من الامعاء، وعينة من الشعر، وعينة من الضوافر، وعينة من العظم، وعينة من الكفن فوق، وعينة من الكفن تحت. كل ده عشان السموم، هنفهم الكلام ده بعدين. وعينة من السويل بتاع الجريف، من الطينة نفسها اللي موجودة في التربة. كل دي هتاخدها وتحطها في أوعية معينة وتروح تشتغل عليها عشان تقدر تحدد هل في جريمة ولا لا. أحفظ إيه، أفهم إيه، ولا كأنك سمعت حاجة. تبقى عارف بس إن إكزيوميشن هو إعادة فتح واستخراج الجثة في حالة إن أنت شاكك في القضية. أخيرا كريميشن هي طريقة ملناش علاقة بيها خالص، هي طريقة إن أنت بتحرق burning of bodies، بتحرق الكاديفرز او بتحرق الجثث كطريقه بتتخلص منها عشان ما تضرش البيئه. طبعا دي حاجه ليها علاقه ببعض الديانات وبعض الثقافات، هتلاقيها موجوده في اسيا بمعنى اصح، وموجوده في دول تانية حسب الديانه. ولكن كل دوله من دول اوروبا على حد علمي يعني فيها كريماتوريامز. كريماتوريامز يعني محرقه جثث. يبقى دي ثقافه معينه فكرتها ان الجثث بتتحرق عشان نتخلص منها. Method of disposal of dead bodies هي وسيلة للتخلص من الأجسام أو من الجثث عن طريق إن احنا بنحطهم في special crematorium، في محرقة جثث معينة وبنحرقهم. وطبعا بقى في حاجات أنا مش حابب أتريق، ولكنها حاجات فعلا تستحق إن الواحد يتريق عليها، زي إن حد مثلا يحرق ويحط بقى شوية آشس كده، ولا بيسموها الرفات، يحطها في برطمان ويحطها جنب الفازة في الصالون، ويبقى ده جد ولا ده أبوه يسلم عليه كل ما يصحى، وحاجات يعني إيه والعياذ بالله، يعني حاجات غريبة، أفكار غريبة بصراحة. بس انت لو دخلت في افكار الناس مش هتخلص، في افكار كتير جدا مش هيبقوا انيل من الكورو، القبيله اللي بياكلوا دماغ الناس الميتين عشان يحافظوا على الذكريات بتاعتهم. خلاصه الكلام، كريميشن مش عايزين منها حاجه خالص. واحنا كده يا شباب خلصنا شابتر الديس اند بوست مورتم، اول شابتر عندنا في الفورنسيك ميديسن. ان شاء الله هنزل لكم اسئله وامتحانات على الشابتر ده عشان نثبته مع بعض. الحصه الجايه في الفورنسيك هنشرح السادن ناتشورال ديس، شابتر لذيذ جدا جدا كلمتين، عشان بقى ان شاء الله نبدا ندخل في شابتر الووند، الجروح، او نبدا ندخل في المواضيع الاكبر. نشوفكم على خير ان شاء الله يا شباب. السلام عليكم.